سيداتي سادتي، مرحبا بكم مع طارق في العروض العقارية الرائعة. غادي تكتشفوا معايا اليوم الفينيسيون في هذه المدينة فين وصلت، وفين وصلت الفصالة، وكيفاش جا هذا الشيء والترتيب ديال هذا الشيء والمساحة ديالو. كنقول لكم مرحبا بكم من جديد في القناة ديالكم ديال افان، القناة اللي كتبت لكم عروض عقارية مختلفة، اللي كتجيب لكم اخر ما كاين في صيحات الموضة والديكور. كنقول لكم مرحبا بكم جميعا في مدينة لافينيسيون، مدينة الديكورات الرائعة. هي مدينة مكناس، نعم مدينة مكناس، مدينة اللي أصبح فيها العقار كيشهد واحد التنافسية اللي هي كبيرة. كاينين الحريفية من الصنايعية اللي بغيتي، في الخشب، في الأرض، في الرخام، في الزليج، في الصباغة، ما إلى ذلك. وكذلك كاين هناك واحد الإتقان كبير، واحد التنافسية اللي إيجابية اللي كتصب في صالح المشتري. تنافسية ما بين المقاولين اللي كيبدعوا في هذه المدينة، ألا وهي مدينة مكناس. كنقول لكم مرحبا في هذه المدينة أينما كنتم، داخل وخارج المغرب. كنقول لكم أجيو تشوفوا مدينة مكناس، أجيو تشوفوا الفينيسيون ديالها فين وصلت، وكذلك حتى الأثمنة اللي هي منافسة. مثلا اليوم جايب لكم عقار اللي في قلب المدينة ديال مكناس، في قلب النابض. اللي ما كيعرفش قلب النابض ديال مدينة مكناس، ألا وهي حمرية سونتر، حدا لاكار صغير، حدا جميع المرافق، من الليسي، من كوليج، من مثلا مساجد، أبناك، إدارات، كل ما تريده وتحتاجه كان. جيب لكم عقارات مساحات اليوم مختلفة، مساحة ديال 162 متر و 157، اسمعوا معايا مزيان. الثمن عندي اليوم هو 7200 درهم، ولا ربما يكون هناك نقاش إلا قارناه مع مناطق أخرى، فكنلقاو الثمن مثلا في مدن أخرى الثمن مضروب في جوج. يعني كنقول لكم من هنا كنرحب بكم في هذه المدينة، أجيو تشوفوا، راه بصح غادي تلقاو الهميزات اللي بغيتو. أعزائي المشاهدين، غادي نبدا نوريكم بعدا شنو كاين عندي برا. بعدا لاسانسور، عندي جوج ديال لاسانسور في هذه العمارة، عندي كل طبق فيه ثلاثة ديال الشقق، عندي وحدة هي هذه، عندي هنا دوبلاكس، وهنا عندي جوج ديال المصاعد. هانتوما المصعد الثاني. مساحات كما قلت لكم عندنا جوج ديال المساحات اللي بقاو في هذا العقار، كاينه 162 الى ما غلطتش، وكاينه مساحه ديال 157 بثمن ديال 7200 درهم، ولا ربما يكون كناكد عليها ما بين قوسين. هاد الاثمنه كيعطيهم لنا المقاول، ماشي انا اللي كنحطهم، ماشي طارق، فالمقاول اللي كيعطيهم لنا كما قلت ربما يكون هناك نقاش في الثمن، وكنهضروا هنا من وسط المدينه. عندي بالنسبه للفصاله كيفاش جات ديال هذا العقار، عندنا صالون اللي هو كبير، شو المساحه ديالو كشحال كبيره، ما شاء الله الكريم الرحيم. جا عندنا ان طابلو ولا لوحه اللي كتهز التلفاز وكتهز انواع ديال الديكورات، وهذا الكون هذا اللي ممكن يتستعمل كجلسه ولا كمثلا بلي كنابي بالديكورات جديده اللي كتكون مفتوحه، اللي كتخلي لك الصالون والسيجور مفتوح. غادي نكملوا باش نشوفوا. اما بالنسبه للمواد ديال الديكور اللي تستعملات، ولا مواد مثلا نهضر مثلا على حاجب الصوت، هنا كنتواجد اليوم على شارع واحد من الشوارع الرئيسيه في المدينه ديال مكناس. بالنسبه للجاج دايرين دوبل فيتراج، بالنسبه لليميوم دايرين دوبل فيتراج اللي هو قاصح سوليد، وما كيمنع ان الصوت ولا الضوء. دابا راه كنتواجد على واحد من الشوارع الرئيسيه، ومع ذلك راه ما كنسمع حتى شي حاجه، ما كنسمع الصوت ديال السيارات. عندي هنا الغرفه ديال الوالدين، كلها دريسينغ، فيها دوش تواليت، كذلك تم بالنسبه للانواع اللي تستعملات ديال السانيتير اللي كنعني به مثلا لي تواليت ولافابو والدوش، راه انواع اللي هي كذلك. الارض فين تنتمشى دابا حاليا بالنسبه لغرفه الوالدين كلها داروها من نوع ديال الباركي، ماشي لا في باركي اللي كان هذا، راه كنهضر اليوم على الباركي. كما كتشاهدوا معايا بالنسبه للراس ديال الناموسيا اللي هو كبير، دايرين فيه الاضاءه ديال الليل، زائد حاجه اخرى هي عندي واحد التراس هي كبيره، تراس بما للكلمات من معنى. يعني اعزائي المشاهدين، اليوم كما قلت كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن قلب مدينه مكناس كنقدم لكم هذا العرض، العرض الفريد من النوع ديالو. بالنسبه للانستالاسيون ديال الكليماتيزر كلهم كاينين، دايرينهم في هذا العقار.
بالنسبه للبالكون ولا بالنسبه لهذه البلاصه هذه راه عندي انت راس نيه كبيره. هنا لا راه كنهضر على مساحه اللي كبيره ماشي مساحه اللي صغيره 153 152 لربما تكون اكثر. بالنسبه للثمن ديال البيع ديال هذا العقار هو 7200 درهم. كما كنقول لكم كما قلت لكم قبيله مدينه مكناس ولات كتشهد واحد الطفره نوعيه ولا خاصه فيما يخص الفينيسون تيقوني مقارنه مع بزاف ديال البلايص. ماشي كنعممو ولا كنقللو من بلايص اخرين ولا حاجه العكس، ولكن هذه شي حاجه اللي هي زوينه اللي كتصب كما قلت في في ناحيه زوينه. الناس اللي باغيين يشريو هذا النوع من العقارات لانهم غادي يلقاو لا كاليتي، اللهم لك الحمد، انه ولات اون جينيرال ولا عامه في المغرب كامل ولينا كنشهدوا ولا كنشاهدوا نوع جديد من العقارات، نوع اللي هو فخم، نوع اللي زوين اللي ماشي الانسان غادي يدخل. مثلا نعطينا مثال المطبخ، المطبخ اللي عندي هنا كله بالبلاكارات ديالو يكفي انك تجيب الاجهزه شحال هذه. لا كنا كنلقاو مطبخ اللي ناقص منه مثلا البلاكار، ناقص منه روبيني، كتدخل راه بزاف الناس عاشوا التجربه انه شرا عقار وعاد بدا كيدخل المعلمين باش يصاوبوا له شي حوايج كيضطر انه يهرس. سمحوا لي كنخرج على الموضوع، ولكن الحق يقال ان هناك جوده واتقان كبير في العقارات اللي بغينا كنشوفوا. بالنسبه للافابو كما كنتو كما كنا كنهضروا على هذه المساله هذه ديال هذا الفابوريزاتور ولا هذه البلاصه ديال ليكيد، راه كاينين شي بلايص اللي ولينا كنشوفوا فيهم كاع واحد ماشين صغيره باش كتغسل كاع الماء يعني من تما. عندنا هنايا مجوره كبار اللي تيروا في هذا في هذا المطبخ اللي هما كبار، البلاصه ديال الثلاجه الحجم الكبير، البلاصه ديال الميكرووند، والبلاصه ديال الفور ولا ديال الفرن. بالنسبه كما قلت كانت واجد في حمريه بالضبط في القلب النابض لمدينه مكناس. تنتوما اعزائي المشاهدين اللي كتشوفوا هذا الفيديو، راه الا عندك شي عقار مثلا بغيتي تحطو في البيع فانا راه الخدمه ديالك، فممكن الاتصال بي والتواصل معي في الرقم كيبان لك اسفل الفيديو وانا راه الاشاره. وكذلك من اجل زياره هذا العقار فيكفي الاتصال وانا راه الاشاره من اجل زياره ميدانيه وزياره عن قرب وزياره تفقديه باش تشوف هذا العقار. شتو معايا خدينا لمحه سريعه للغرفه الثانيه ودابا عندي الغرفه الثالثه. كي لا اطيل عليكم كنحاول انني نعطيكم فقط افكار، ما كنحاولش انني ندخل في بزاف ديال الديتاي ولا الحيتيات، نخلي هاد الامور هذا حتى كيجي الانسان وكيكتشف العقار عن قرب. كنقول لكم كان معكم طارق، كنتمنى نكون عطيتكم المعلومات المفيده. بالنسبه للليطاج فين بقى هاد العقار، بقينو في الطابق السابع، بقينو في الطابق الثامن، هادو هما اللي بقاو فقط. كنظن انني وصلت معطل، ولكن راه تباعوا هاد العقارات هادو بقيا. نقول لكم دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في عقار مقبل ان شاء الله.